حياكم الله، معكم طارق الجاسر. اليوم راح استعرض معاكم هواوي نوفا 5T. هذا الهاتف جدا رائع ويعتبر من الفئة المتوسطة للعالية. اللون اللي كان معاي الأزرق، في منه أيضا لون الأسود وفي اللون البوربل وعليه نقش وجميل جدا. العلبة يجي معها سماعة خارجية وفي سماعة بكيبل وكيبل الشحن السريع، في يدعم الهاتف الشحن السريع، وأيضا غلاف بلاستيكي. الكاميرا الخلفية فيها 4 عدسات، 2 و2 و16 و48 ميجا بكسل، وكاميرا السيلفي 32 ميجا بكسل. طبعا هي ثقب في الشاشة وحجم الشاشة 6.26 إنش. نظام التشغيل أندرويد 9. الميزة الجميلة في الهاتف البصمة موجودة في نفس مكان زر التشغيل، واستجابتها رائعة جدا جدا وسريعة، مجرد انك تلمسها على طول الجهاز يفتح معك. المعالج اللي هو كيرن 980، التخزين 128 جيجا، والرام 8 جيجا الرام. طبعا الهاتف سريع جدا، حتى لو حملت فيه ألعاب ثقيلة الاستجابة سريعة جدا. البطارية 3750 ملي أمبير. نتكلم عن مواصفات الكاميرا، عندنا التقريب وفي السوبر ماكرو وفي أيضا تصوير الليلي وفي العدسة الواسعة. نجي نتكلم عن التقريب، يدعم لك إلى 20 مرة. سعر الهاتف بالسعودية 1499 ريال سعودي.